ابدا. خلاص الوطن يقول لكم واصلين في الاحتجاجات نتاعنا الى حين اسقاط ما تعتبره انقلاب. تقول لك ايضا رئيس الجمهوريه قيس سعيد استولى على مكاسب الثوره، استولى على الحقوق، على الحريات، على الديمقراطيه، على الشرعيه. شنو باهي الانقلاب اللي صار في تونس؟ هما عملوه ما يسمى بمكونات جبهه الخلاص، هي حركه النهضه، حزب الاخوان المجرمين وحليفهم بيروقراطية اتحاد الشغل، البيروقراطية العميلة اللي خربت البلاد، وحلفائهم من أحزاب كما كان يسمي فيهم طارق المكي يرحمه أحزاب البلوط، معناها الأحزاب اللي تترجك في جماعتين وجمع. هذوما هما اللي انقلبوا على مسار 17 ديسمبر وعلى ثورة التوانسة. هما المنقلبين، مش قيس سعيد المنقلب. هما انقلبوا على مطالب ثورة الحرية والكرامة اللي مشوا فيها شهداء وجرحى واللي قلبت البلاد قلبين. هما انقلبوا على استحقاقات الشعب التونسي، انقلبوا على استحقاقات التشغيل نتاع المعطلين، انقلبوا على حقوق التوانسة الكل. هما اللي انقلبوا على المسار السياسي، هما اللي انقلبوا على أهداف الثورة واللي نعرفوها الناس كل، وعلى الشعار المركزي للثورة التونسية شغل، حرية وكرامة وطنية. لا شفنا تشغيل وشغل، لا شفنا حريات، لا شفنا كرامة وطنية. شوي الحريات انتزعناهم نحن بسيف مما يسمى بمكونات جبهة الخلاص أو جبهة المجرمين الذين يريدون أنقاذ أنفسهم والتغطية على جرائمهم. ما ثماش جبهة خلاص، ثم جبهة للتغطية على جملة من المجرمين وعلى رأسهم المجرم الأكبر راجل الغنوشي اللي عمل لنا تحالف خرب به تونس من 2011 لليوم، وعمل لنا تحالف مع أعداء تونس، وعمل لنا تحالف مع القوى الليبرالية والقوى اللي ضخت المال الفاسد باش يشروا بعض الأصوات، لأنه التعبير الانتخابي اللي مشت عمرها ما كانت تعبر على التوانسة. نعرفوا شكون شد الصف ونخب للخوانجية وحلفائهم، ونعرفوا كيفاش تشرت الأصوات، ونعرفوا كيفاش وقع الانقلاب على المسار الثوري. يعني شو أصوات أغلب الشعب، أغلب الشعب التونسي؟ جزء كبير من الشعب باع صوته بخمسين ألف وبثلاثين ألف وبقفة، وهذه معروفة ما ينجم ينكرها حتى واحد. إذن هما ما هم جبهة خلاص، هما جبهة من المجرمين، ومكانهم الطبيعي هو السجن. بالنسبة للأستاذ قيس سعيد اللي نتشرفوا به ونفتخروا به كتوانسة، على الأقل نحكي على روحي، اللي عملوا معاهم شوية راهم جماعة ذم، مازال ما عملنا معاهم حتى شيء، لأنه قص بعض الروس، أما العروق مازالت مسوسة في الإدارات وفي الوزارات، وتوا لحد الآن ثم مسؤولين عينهم السيد الرئيس في مواقع حساسة في الدولة، والتو متسترين على اخوانجيه يخدموا في تونس في الادارات التونسيه. التو ثم اخوانجيه في الوزارات قاعدين يخربوا في البلاد، ونسمي لك راو، نسمي لك برشا وزارات راو، في النقل، في الصحه، حتى في التعليم، فين تحب انت، التو موجودين الرؤوس نتاعهم في الادارات وهما قاعدين يخربوا. غلاء الاسعار والاحتكار شكون يحرك فيه؟ يا اخي المستثمرين واصحاب المعامل واصحاب الشركات الكبيره واللوبيات الكبيره اللي تتحكم في السوق وتضخ في المواد الاستهلاكية وتحتكر فيها، شكونهم؟ ما همش خوانجية يا أخي. اتحاد الصناعة والتجارة الرؤوس متاعه وشكون هما؟ مش هم متحالفين مع الخوانجية يا أخي؟ المتحكمين في قوى الانتاج في المعامل وفي المصانع مش يحرك فيهم نور الدين تبوبي الحليف الأول للخوانجية يا أخي؟ الخوانجية مش نطيحناهم قداش من مرة بعد 2011 وتنقذهم بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل؟ إذا كل التهم اللي وجهوا فيها جبهة الخلاص لسيادة الرئيس هي تهم مردودة عليهم بالملفات وباللي يعرفوا الشعب التونسي واللي عملوا معاهم تو الرئيس شوي ما يتسمى معاهم ما عمل معاهم حتى شيء. أنا كان جيت في بلاسته ما ريت القانون اللي طبق على التجمع حاليا حزب التجمع مش يطبق على نادي، طبق الدوبل والتريبل نتاعو على نادي من أول منخرط إلى أكبر قيادي. الناس هذه لازم تتحاكم لأن هي المتسببة في اللي صار في تونس في 2011. البنك سنترال، تبييض الأموال، جمعيات المشبوهة، الملف سوريا، ملف ليبيا، يا اخي نسيناه الشيء ذاك كله. جايين اربعه او باش وينبحوا في المسرح معناه ويتحدثوا باسم الحريات، يا اخي هما يعرفوها الحريه؟ شكون جاب لهم الحريه؟ رانا نحن جبناها لهم الحريه، نحن جبنا الحريه انتزعناها من بن علي في 2011، ونحن اللي هبطنا للشارع، ونحن اللي تصدينا للظلاميين تلت العشريه السوداء هذه. ونحن اللي انتخبناهم. لا ما انتخبناهمش، انتخبهم جزء مغرر به من الشعب، انتخبوهم الناس زواو لا نعرفوهم، انتخبوهم شياب وعزايز كبار باسم الدين وباسم التقيه وباسم هاك الخطاب الشعبوي، مستغلين في ذلك المساجد ومستغلين معناها الاحياء الشعبيه الفقيره ومستغلين الناس بسطاء الوعي. شكون انتخبهم؟
شكون انتخبهم؟ يعني الحقوق والحريات في بلادنا سارك. الحقوق والحريات في بلادنا في امان في عهد رئيس الجمهوريه قيس سعيد. اعطيني شكون تحاكم على رايه في تونس من 2011؟ حتى واحد ما تحاكم على رايه. الناس هذيك تحاكمت على ملفات، الناس هذيك تحاكمت على تبييض الاموال، الناس هذيك مازال الملف السوري ما تحلش، ومازال الملف الليبي ما تحلش، ومازال التلاعب بالاقتصاد ما تحلش، ومازال ملف البنك سنترال وتبييض الاموال ما تحلش. شكون اللي تحاكم على راي؟ نجيب الشابي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك؟ اعطيني شنو الراي اللي تحاكموا عليه؟ الناس هذيك تحاكمت على ملفات وتحاكمت على تآمر على امن الدوله. الناس هذيك قاعده تتآمر الى حد الان، الى حد اليوم، لليوم ثم ناس قاعده تتآمر على الرئيس، ولليوم ثم ناس قاعده تتآمر على مسار 25 جويلي، ولليوم الناس ما يسيسهاش الراجل هذايا لانه راجل واضح، مشى للثنيه الصحيحه، مشى للعملاق الصيني، قاعد ينظف البلاد من الشوائب من داخل، وقاعد يفتح في ذراع يمد في دين تونس. ثم انجازات عملها لصالح البلاد ولصالح يعني الشعب، كل شيء لصالح الشعب. تطهير البلاد من رموز الفتنه ورموز الفساد هو لصالح الشعب. تعنيك المحاسبه كمان بطبيعه الحال؟ انا انسان دمرني من 2011 وجوعني من 2011 وتآمر عليا، انا نشجع الرئيس ونشد على ايديه باش يكمل يحاسبهم. الناس هذوما قلت لك مازال ما عمل معاهم حتى شيء. اولوياتك بالنسبه للاولويات المحاسبه قبل والا القفه وغلاء الاسعار؟ الملف السياسي والاداري وتطهير الاداره والملف الاجتماعي والاقتصادي راه ما ينفصلوش على بعض، هما يمشوا اون زوز اون باراليل. وتطهير الاداره وتطهير المشهد السياسي من الادران ومن الشوائب ومن العملاء الامريكان والفرنسيس والاتراك راهو ما ينفصلش على التطور الاقتصادي والاجتماعي. علاش ما تنجمش تتحدث على حقوق اجتماعية واقتصادية في ظل مشهد سياسي يقوم على العمالة للخارج؟ كما كان يحكيك السيد قبيل على سمير بالطيب، سمير بالطيب راهو متربي في سفارة فرنسا، راهو للناس اللي ما تعرف سمير بالطيب مجرد عميل للفرنسيس، خرب لنا الفلاحة وخرب لنا ودمر ما بقي من الفلاحة التونسية. النقل كيف نتذكروا اللي قبل سمير بالطيب وزير النهضة اللي شد الغابات، ايش عمل في الغابات وشنو صار في الغابات وشنو صار والشيء اللي عمله في وزارة الفلاحة في سبيل شنية؟ في سبيل تمتين معناها وتدعيم الارهابيين في الجبلات، ما عملوا حتى شيء. شنو اللي عملوه؟ فيه ايضا جبهه الخلاص الوطني تقول لك انه حاليا ما ثماش ظروف ملائمه لانتخابات حره ونزيهه، تقول لك رئيس الجمهوريه قيس سعيد قاعد يحط في منافسيه في السجن باش تفضلوا يعني الساحه وخايف على الكرسي. بطبيعه الحال ما ثماش ظروف ملائمه حسب جبهه الخلاص. علاش؟ على خاطر ما ثمش مال سياسي فاسد، ما ثمش وعود كاذبه، ما ثمش مساجد باش يستغلوها في الدعايه الانتخابيه، ما ثمش تحالفات مشبوهه مع الخارج، ما ثمش شخصيات من الخارج تجي ترتع في تونس، ما ثمش عملاء ووكلاء يرتعوا في تونس. ثم منافسين لرئيس الجمهوريه؟ والله اللي ما يستحقش باش يترشح حسب القانون ما يترشحش. واللي عنده ملف اللي تتوفر فيه الشروط يترشح. شكون حط في السجن السيد الرئيس؟ السيد الرئيس لو ما فيدوش المفتاح نتاع السجن ويدخل ويخرج. ثم قضاء نزيه ومستقل، وثم ملفات، وثم ناس فاسدين كما اللي ماشيه داخله على مقر السياده اللي هو رئاسه الجمهوريه وتعمل في الفوضى، مكانها طبيعي السجن. وين تحبها تكون؟ وين تحبها تكون السيده ذيك اللي يعملوا في تحالفات مشبوهه مع اطراف تخرب في البلاد؟ وين تحبهم يكونوا؟ مكانهم طبيعي السجن. والسجن راهو مفتاحه مش في دين السيد الرئيس، مفتاح لا، وكل مواطن يتوقف حتى لمده 48 سنه راهو باذن قضائي. واللي يتحدثوا هذوما ويسبوا في القضاء هم اللي قالوا قضاء مستقل وقت كانوا هم يتحكموا فيه. شبيه اليوم ما عادش مستقل القضاء؟ قضاء نور الدين البحيري مستقل، والقضاء في عهد قيس سعيد مش مستقل. بين اكاذيب جبهه الخلاص، وانا ما نسميهاش جبهه الخلاص، جبهه البؤساء والمجرمين.